اليوم باش نحكيو على لا شيرجي كارسينولوجيك اللي هي جراحه الاورام. ان فيت هالجراحه هذيا تفرق سولون لو ستاد، معناتها كيفاش نفيقوا بها وفانا ستاد واسكو كعبوله كبيره ولا صغيره وكل. باهي، قد ما نفيقوا بها بكري قد ما راهو خير، معناتها هذه المعلومه اللي باش نبداو بها واللي نوفاو بها. الوغ كي نفيقوا بها او ستاد انفرا كلينيك، معناتها ما فما لا كعبوره لا حتى شيء، ولا حتى كي نفيقوا بها بكعبوره اقل من 3 سنت، راهي الجراحه تكون اسهل وخير للمريضه وللجراح زاده، على خاطر نحيو هاك الكعبوره وزيد من بعد الولسيس ساعات، وفي بعض الحالات تولينا قد ما تفيق به بكري يبدا مش مريض، دونك نجمو نعملو التكنيك اللي تتسمى غونغليون سنتيني، ووقتها نستحفظو على الصدر ونستحفظو زادا على الولسيس متاع الضبوط، ما نتلازمش نعملو كوراج اللي هو التنظيف متاع الولسيس الكل. دونك هذا لي ستاد بريكوس. لي ستاد افونسي معناتها قد ما باش تكون الكعبوره كبيره فوق 3 4 سنتي، وخاصه كي يبدا الصدر صغير، والا كي نفيقو بها مثلا يبدا الساع انفلاماتوار معناتها كله احمر مريض، والا الولسيس كبير، وقتها نتلزو باش نبداو بالشيميو قبل، ومن بعد العمليه تكون اوبليغاتوارمون في لي ستاد افونسي برشا، معناتها انفلاماتوار وكل اللي هي ابلاسيون، معناتها نحيو الصدر الكل ونثر الولسيس الكل. وحتى كان خلينا الصدر في لي ستاد افونسي ما ماهمش انفلاماتوار، وقتها تنظيف الولسيس obligatoire. Donc, هذا globalement معناتها لا شيرجي اللي فيها لي ستاد بريكوس و لي ستاد افونسي، وقتاش نحيو الولسيس كامل وقتاش ما نحيوش الولسيس كامل، وقتاش نخليو الصدر في بلاصتو وقتاش لا. هذا اون كونكلوزيون و خلاصة القول، كونا راهو قد ما نفيقو به بكري قد ما خير للمريض وللعلاج وكل شيء.